السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين فاجعله أول النبيين ونوحا أول المرسلين وسيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والتابعون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر بها ذنبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقيرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل معذراتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل علينا وأنت الجواد فلا تبخل علينا وأنت العزيز فلا تذلنا وأنت المنيع فلا ترام أنت المجير فلا تضام أنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا ولا تجازنا بقبيح أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد فوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالصيام لك الحمد بالقيام لك الحمد بالذكر لك الحمد بكل شيء يا أرحم الراحمين. هو لك عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآياتك. من تقرب إليك قربته ومن أحبك أحببته ومن توسل إليك قابلته ومن عصاك أدبته. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم ربنا في دار القرار. اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك
ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية والغنى عن الناس. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله افتتحت، وبسم الله ختمت، وبالله آمنت، بسم الله أصبحت، وعلى الله توكلت. بسم الله على قلوبنا، بسم الله على نفوسنا، بسم الله على أجسادنا، بسم الله على صحتنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أهلنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأعز مما نخاف ونحذر. اللهم إنا نسألك بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، أنتم على أثير الإذاعة القريبة منكم، إذاعة ميت غاديو، وهذا أول حلقة من برنامجكم الصباحي، برنامج بشائر الصباح في هذا الأسبوع المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم فاتحة خير في كل الأسبوع. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أجمل الأوقات وأسعد اللحظات ابتداء من هذه الساعة فما فوق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به هذا الأسبوع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله تعالى هذا القرآن لشقاء الناس، وإنما أنزل الله تعالى هذا القرآن لسعادة الناس. وما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأين تتجلى هذه السعادة، وأين تكون هذه الرحمة؟ مستمعين الكرام، هذا القرآن الكريم ما كان يوما سببا في تعاسة أحدهم، ولذلك على الناس أن يفرحوا بهذا القرآن، وأن يفرحوا بهذا الرسول الذي هو رؤوف ورحيم بنا. مستمعين الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سددوا وقاربوا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا أن نفرح مستمعين الكرام أن هدانا الله تعالى لهذا القرآن، أن جعلنا الله تعالى مسلمين. ما معنى أن تكون مسلما مستمعين الكرام؟ معنى أن تكون مسلما معناه أن لك ربا يحميك، معناه أن لك ربا يحفظك، معناه أن لك ربا يجيب دعوتك. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم بأكمله، وما يزال الله تعالى يخلق ما يشاء ويحدث من أمره ما يشاء، قادر سبحانه وتعالى أن يغير نواميس هذا الكون. أليس الله تعالى بقادر على أن يجيب دعوتك، على أن يرحم ضعفك؟ لماذا الله تعالى سيردك إذا كان الله تعالى يسألك أن تسأله، ويريد منك أن تسأله؟ بل والله تعالى يحب أن تسأله، ويغضب الله تعالى عليك إذا لم تسأله.
ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى يرجوك أو يرجو منك سبحانه وتعالى أن ويتودد إليك بأن تسأله، يتودد إليك لأنه سيجيب دعوتك وبعد ذلك لا يجيب دعوتك. لا ينبغي لنا أن يكون في اعتقادنا ظلم لله سبحانه وتعالى. لا تظنن يوما أن الله تعالى لن يجيبك ولن يجيب دعوتك ولن يكون قريبا منك ولن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الشرور التي ترجو أن يحفظك منها. كن دائما عندك أمل في الله، وهذا هو ما يسمى بحسن الظن، حسن الظن برب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فإن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. ما يريد الله تعالى منك إلا أن تعبده، أن تقيم الفرائض، فإذا أقمت الفرائض وأكثرت من النوافل صرت عبدا من عباد الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بتواصلكم. أرقامنا الهاتفية هي 0522 88 0060 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ومن أراد إرسال رسالة كتابية أو صوتية على الواتساب 06-32-71-43-77 أو طبعا الرسالة عبر الصفحة الرسمية لبرنامج بشائر الصباح، صفحة الأستاذ محمد جيجي على الفيسبوك. مستمعينا الكرام، نأخذ معنا أول سؤال. كان: السلام عليكم ورحمة الله، أنا كوثر من طنجة، أنا باغي شخص يتقدم للزواج بيا، في الخوف وفي ارتباك كثير وما عرفتش علاش، واخا هو باين فيه ولد الناس ومزيان وكيقول باللي كيبغيني، وأنا خايفة ما يكملش هذا الزواج. دعي معايا يا شيخ، الله يجزيك بخير، ربي يفتح عليا وعليك ويكمل كل شيء بخير وعلى خير. شكرا لالا كوثر على هذا التساؤل وعلى هذه المشاركة اللي شاركتنا بها، يعني هذا المخاوف ديالك لالا كوثر. أولا مستمعينا الكرام، لالا كوثر واضح بأنها يعني عندها تخوف من المستقبل، تخوف بأن هذا الزواج هذا ما يتمش. هي كتقول بأن الرجل مزيان وأخلاقه مزيانة وبغاها، ولكن هذا المانع اللي منعها من أنها يعني تردو وما تقبلش يعني الخطبة دياله، هو الخوف من هذا الزواج ما يكملش. لالا كوثر أقول لك شيء: أولا عليك أن يكون أملك بالله تعالى كبيرا، هذا الزواج مشرع الله تعالى إلا وفيه الخير، سواء للمرأة أو كذلك للرجل، والله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن الزواج كله خير، وهذا يتمثل جليا في الدعاء، دعاء موسى عليه السلام. مستمعينا الكرام، انتم كتعرفوا بأن موسى عليه السلام لما خرج يعني هاربا من فرعون وملئه، ودخل إلى مدين ووجد امرأتين تذودان أي تعتزلان الناس، وسقى لهما، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. حتى يمشيو هاد الناس ويسقيوهما، عاد حنا غادي نمشيو وغادي يعني نسقيو الماء. وأبونا شيخ كبير، فذكروا العلة التي من أجلها يعني خرج، بأنه ما كينش الراجل في الدار، كين هي واحد الأب ديالنا وراجل كبير ما يقدرش هو يسقي، فلذلك احنا كنجيو وكنزحموا مع الرجال أننا يعني نسقيو حتى احنا الماء ونعتزلهم حتى يكملوا. فموسى عليه السلام سقى لهما، فلما سقى لهما تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسأل موسى عليه السلام، سأل الله تعالى أن يعطيه الخير، فإنه فقير لخير الله. ما هو هذا الخير مستمعينا الكرام؟ وربما كان موسى عليه السلام يسأل الله تعالى من الخير الذي هو المأوى
أو الذي هو الطعام، لأنه كما ورد في بعض كتب التفسير أنه يعني دخل إلى مدين وقد التصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وكذلك انتفخت قدماه من شدة المشي، فربما كان يحتاج إلى الراحة، ولكن الله عز وجل استجاب هذا الدعاء منه سبحانه وتعالى، وهو المحسن أحسن إليه غاية الإحسان وأكرمه غاية الكرم. فهذا الخير الذي سأل يعني موسى الله تعالى أن يؤتيه تمثل في الزوجة أولا وقبل كل شيء، فمباشرة بعد أن أتم موسى الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته الفاء هذه يعني للتعقيب، أي مباشرة بعد السؤال جاء الجواب من الله تعالى، وكان ذلك متمثلا في هذه المرأة الحيية الطاهرة الصالحة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذه الآية سبحان الله من يقرأها يعني يتصور ويشعر أن هناك شيئا سيكون بين هذه المرأة وبين موسى عليه السلام، ألا وهو الزواج. فالشاهد من كلام هذا هو أن الزواج خير، ولكن طبعا إذا توفرت فيه الشروط، لا أقصد شروط عقد النكاح، ولكن أقصد الشروط أي الظروف التي تجعل منه زواجا ناجحا وتجعل منه زواجا كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا أن المرأة تختار من الرجال الذي دينه جميل وخلقه حسن. قد يقال هنا السؤال يطرح، أليس الخلق من الدين؟ نعم الخلق من الدين، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل بين الدين وبين الخلق؟ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، أليس الخلق من الدين؟ نعم، ولكن هذا يعني هذا العطف يعني يبين مكانة الخلق. الخلق الكريم ضروري وهو أساس، كأنه يعني هو تلك السارية التي يقوم عليها الزواج، لا بد من الخلق الحسن. فالذي يقع في كثير من الزيجات أن الخلق يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على الزواج، فكثير من النساء يعني يشتكين خلق الزوج السيء، وكذلك كثير من الرجال يشتكون خلق الزوجة السيء. فلذلك نقول إذا كان هذا الرجل لك وثار ترين بأن خلقه جميل، ولكن كيف تعرفين أن خلقه جميل؟ هذا دور الخطبة، هناك جلنا المرحلة المهمة اللي هي الخطبة، لأن الخطبة هي التعارف. الخطبة دورها الله تعالى ماشي جو قلنا مباشرة جو تصيح العقد، ولكن كاين واحد الخطبة اللي هي التعارف. هذا التعارف والتعرف هو الذي يجعل منك يعني تتأكدين إذا كان هذا الرجل خلقه حسن أو ليس بخلقه أو ليس له خلق حسن. التعارف بعض الناس كيوقعوا فيه بزاف الأخطاء، تيقولوا راه مشينا سولنا عليه ولقيناه راجل مزيان وخا مزيان، كيفاش سولتوا عليه؟ السؤال عليه يعني عنده ضوابط باش نقولوا بانه راه سولنا عليه وتعرفنا عليه، خصو ضوابط. كيف هذا الامر هذا؟ مثلا كيلقاوهم تيمشيو تيقولوا لينا راه سولنا عليه واحد السيد راه كان تيعرفو من بعيد، وراه حتى هو سول عليه وراه قال لنا بانه راه راجل مزيان. لا هذا خطا. يعني شوف عمر بن الخطاب لما يعني وقع في نفس الحاله ونفس الموقف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يعرف شخصا يعني هل هو يعني ثقة وعدل أو ليس بثقة وليس بعدل، فجاء أحدهم فزكاه قال له أنا راه كنعرف هذاك السيد الله يعمر له الطار أو شيء من هذا القبيل، هو يقول لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل سافرت معه لتعرف يعني أمانته؟ قال لا. قال هل تعاملت معه في الدينار والدرهم لتعرف يعني خلقه؟ قال لا. قال هل كنت جاره لتعرف يعني ما يتعلق به؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يخفض ويرفع رأسه في السجود والركوع. هذا مش تعارف، مش مجرد أنه لقيناه كيصلي معنا في الحي مثلا في المسجد نقول صفير عرفناه، لا
يعني كما تنقولوا حنايا، يعني انه يعني خبايا الامور نسولوا عليه الناس اللي هما محتكين به، اللي هما محتكين به. والله تعالى يقول واقيموا الشهاده لله، بمعنى ان الانسان اذا سئل عن شخص فلا ينبغي ان يقول ايوا حنا بغينا نجمعوهم نقولوا راه مزيان. لا، ما كاين تقول راه مزيان، قول داكشي اللي كاين، قول داكشي اللي كاين. الانسان الى طلب منك الشهاده خصك تشهد بهذاكشي اللي شفتي، ما تكذب ما تخبيه، قل الصدق. كنت كتعرفوا؟ قل لهم نعم كنعرفوا مزيان، سافرت معاه، بينو بينو تجاره، بينو بينو يعني شراكه، يعني ساكن حدايا، وكنعرف يعني الـ 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 الاخلاق ديالو مع الجيران وكذا الى اخره وهكذا. فلالك اوثار الا كنت انت تقنتي هذه الاسباب، بمعنى انك عرفتي هذا الرجل هل هو صالح، هل هو خلقه حسن، واش غادي يصبر عليك، واش غادي يتقى الله تعالى فيك، واش هو قد المسؤوليه، واش هو رجل بمعنى الرجوله، بمعنى انه عارف شنو هو الزواج، عارف يعني الاكراهات اللي كتوقع في الزواج، وبانه خصو يصبر وخصو يتهلا فيك وخصو يستر يعني العورات والعيوب ويذكر فقط المحاسن. يعني واش غادي يبذل واحد المجهود في اصلاح الزواج وفي انجاح الزواج؟ الا كان كذلك ما عندك لا مناش تخافيه، لانه الا كنا حنا كلنا لما غادي نبغيو مثلا نحن مقبلين على مثل هاد يعني هاد الخطوه العظيمه اللي هي الزواج غادي نخافوا، اكيد غادي يبقى هاد الاحتمال يعني محطوط وغادي يخلينا اننا ما نديرو حتى شي حاجه. فلذلك لك اوثار كوني دائما متفائله، وبما ان الله تعالى هو الذي شرع هذا الزواج وقال لك الله تعالى بان هذا الزواج خير، اذا كانت هناك يعني في هذه الظروف اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجه، فلا شك ان هذا الزواج مادام توفرت في هذه الظروف اللي الله تعالى بغاها فاكيد هذا الزواج ان شاء الله تعالى غيدخل عليك بالخير وبالتيسير. وهذه رساله الى كل الازواج سواء كان رجلا او كان امراه. مستمعينا الكرام، اوليدتي أخوتي، خصكم تعرفوا بأن الزواج أراه لا بد فيه من الصبر. إياك أن تظن بأنك لما تجيب هذه الزوجة أراه ما غادي تشوف منها حتى شي عيب. إياك أن تظن بأنه ما غاديش يكون واحد احتكاك وما غاديش يكون واحد سوء تفاهم، خصوصا في السنوات الأولى، السنة الأولى والثانية والثالثة، أظن بأنها كتكون يعني فترة حرجة، فلا بد من الصبر. فلذلك الحياة الزوجية عموما كما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني الحياة الزوجية عموما هي تتسم بالتراضي ويعني تتقوى بالتغاضي. لا بد من الزوج، وهذه رسالة خصوصا إلى الزوج أكثر منها إلى الزوجة، لا بد من التغاضي، لا بد من التغافل، كما قال أحد السلف اجعل ثلثي عقلك تغافلا وثلثه فطنة. هي عرفنا كدكي وعرفنا كفطن، وكيتا نقولوا حنا بالدارجه الراجل ما كدوزش عليه وكتفهمها وهي طايره، ولكن هاد المعاني في السوق، هاد المعاني خارج البيت، اما في البيت فكما قالت احدى الصحابيات عن زوجها زوجي اذا خرج اسد واذا دخل فهد ولا يسال عما عهد. اذا خرج اسد تيولي حتى هو تيقول خصني نكون سبع وخصني نكون وخصني ندير ونرد البال ونكون ذكي وما تدوزش عليا شي حاجه، ولكن في الدار ما تيبقاش هاد المعاني. في الدار انت ماشي جالس مع العدو، انت ماشي جالس مع الشريك ديالك، ماشي تجاره هي، لا، في الدار كاينه رحمه، كاينه موده، وهاد الموده وهاد الرحمه تجاه من؟ تجاه واحد المراه التي خلقها الله عز وجل منك، هي جزء منك ولا يمكن أن تسكن إلا بها، ولن تجد راحة في هذه الدنيا إلا بوجود تلك المرأة. فالمرأة سعادة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. الفتيات والنساء تنقل لكم ما يمكنش تعرفوا يعني السعادة ديال الرجل إلا كانت حداه الزوجة التي يحبها وتحبه، التي تحترمه، وكيتا نقولوا حنا كتجعلوا يعني تاج راسها، كيتا نقولوا حنا بالدارجه زمانها، كيحس بان هذيك المراه عندها في الزوج كل شيء، ولكن خاص الزوج كذلك يكون قد المسؤوليه ويكون كذلك يعني نعمه الرجل. فلا بد من التغافل، انت تتعامل مع امراه، المراه يعني قبيل العاده الشهريه واثناء العاده الشهريه كتكون المراه يعني المراه عباره عن هرمونات، يعني اضطرابات هرمونيه عجيبه عجيبة جدا. حتى الأطباء لما كيتكلموا على المرأة
كيتكلموا عليها سبحان الله بواحد يعني هذاك التكون النفسي ديالها والعصبي ديالها تركيبة عجيب هذاك الأمر. ولكن واش الرجل يعني يراعي هذه الأمور أو هو يفقه هذه الأمور؟ لابد أن تتعرف على المرأة أو على جنس المرأة عموما من حيث التركيبة النفسية، كيفاش نفسيتها دايره، كيفاش كتعبر المرأة، شنو بغات. ماشي أحيانا يعني المرأة قد تعبر تستخدم ألفاظ وعبارات اللي تصب في الظاهر كما يقال. كما قال الله تعالى عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة أحيانا لا تستطيع أن تظهر يعني حجتها بلسانها، ولكن الرجل الفطن هو الذي يفهم المرأة دون أن تتكلم، ويبقى عندك سلاح يعني يتجلى في ضعف هذه المرأة. المرأة تتجلى وتضعف في مشاعرها. إذا استطاع الرجل أن يوظف هذا السلاح جيدا فإنه سوف يصيب مقاتل غضب المرأة، ولن تغضب عليه المرأة أبدا. وهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كان يعني قد وردنا في مواقف كثيرة أنه كان يتغافل ويتغاضى ويفهم المرأة كأنه كيتكلم وكيقول لك هالمرأة ها هي. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من 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 بيته وذهب إلى البقيع في نصف الليل، عائشة رضي الله عنها امرأة قالت كيفاش الرجل بحرة كان قاعد ما به ما عليه، واحد شوية ناض فين مشى هذا الرجل؟ يعني طبعا احنا كنعرفوا ان المرأة كيفاش كتفكر غتقول هذا مشى عند شي مرة اخرى. فعائشة رضي الله عنها ما راعتش باقي شي حاجة ان هذاك سيدنا النبي ولا هي في بيته والمكان يعني الظلمة، خرجات عائشة رضي الله عنها وتبعاته عائشة رضي الله عنها بتعرف فين غادي. فلما لقته بانه غادي البقيع وكيستغفر لأهل البقيع وهو راجع أسرعت ودخلت، ولكن الإنسان لما بدل واحد المجهود يعني جسدي دخلت البيت ورجعت لمكان ديالها. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقى عائشة رضي الله عنها كتنفس بواحد الطريقة سريعة لإشارة إلى أنها بدلت واحد المجهود عضلي، يلا دخلت من الدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بأنها راه خرجت وتبعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتشكين بي عائشة وأنا رسول الله؟ أنا اللي معصوم من الذنوب ومن أم الكبائر وتشكي فيا؟ راه مشيت أنا للبقيع، مشيت بغيت نستغفر الله تعالى لأهل البقيع. فهنا شوفوا عائشة شنو دارت من ذكائها، أنها طبعا كتبقى مرأة ما غاديش تقول ليه كنعتذر منك وسمح لي. المرأة ما كتبغيش أنها تتنازل لهذه الدرجة، وراجل خصو يراعي هذه الأمور، ما يتسناش المرأة أنها تقول ليه اعتذر ولا سمح لي ولي. لا، المرأة ديما تتبغي تبقى معززة مكرمة حتى وهي في غلطها وفي خطائها وفي تجاوزتها، كتبغي تبقى معززة مكرمة ولكن ترسل إشارات إلى أنها يعني ندمت واعتذرت. فعائشة رضي الله عنها استغلت الموقف لما ذكر البقيع وتقول يا رسول الله واش ننقلوا إلى مشينا للبقيع، شنو نقولوا الا مشينا للروضه، اشنو كيفاش غادي ندعيو؟ واه النبي صلى الله عليه وسلم غبي، ما يعرفش بان عائشه بغات تبدل الموضوع وبتخرج من هذه الدائره اللي هي يعني الان يعني في مرحله الدفاع. ولكن شنو دارت رضي الله تعالى عنها؟ شو كيفاش كتعلمنا؟ قالت له يا رسول الله وكيفاش غادي نديروا حنا الا مشينا للروضه، اشنو غادي نقولوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غبي، النبي صلى الله عليه وسلم فهم بانها هي بغات تبدل الموضوع، لان ما بقى عندها ما يتقال، علاش غادي يحرجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا بقاي معايا في نفس الموضوع، قولي لي شنو كاين، علاش خرجتي، علاش كذا، انا مشيت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الا مشيتي للبقيع ها ما تقولي وها ما تقولي وها ما تقولي، خلاص انتهى المشكل، نفضل المشكل بالمره صافي خلاص. علاش؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم بانها هي بغات تبدل الموضوع، وهو يبدل النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع، وعرف بان هذا الامر كان نتيجه الغيره ديالها. فهذا موقف من المواقف اللي كاتبين لنا بان يعني ها كيفاش كانت يتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع المراه اللي هي الزوجه ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. بغيتوا تكونوا احسن ناس في معامله الزوج للزوجه ديالو، شوفوني انا، اقتدوا بي انا، فانا خيركم خيركم لاهلي. فخير من اقتديتم في مسائل الزواج ومعامله الزوج للزوجه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لالا كوثر ما تخافيش، إلا كان هذاك الرجل قد المسؤولية، إلا كان هذاك الرجل رجل مسكي ليه في اليد ديالو واعتمدي عليه وثقي فيه
ونامي وأنت قريرة العين كما يقال، وطيبي نفسا بزوجك بإذن الله تعالى، ما غاديش يخيب الظن، ما غاديش يخيب الظن ديالك فيه، والله تعالى أعلم. وأسأل الله تعالى أن ييسر لك ولسائر أخواتنا وبناتنا، نسأل الله تعالى أن يجعل زواجهم زواجا مباركا ميمونا، وأن يصلح أزواجهم، وأن يجعلهم في ويجعل أزواج يعني ويجعل هذه الزيجات في أتم خير وبركة وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. كذلك عندنا مستمعينا الكرام سؤال من صديق البرنامج سيدي المصطفى من العيون الساقية الحمراء، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد جيجي، هل صحيح أن الملائكة ترى وتسمع الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟ سيدي مصطفى بارك الله فيك على هذا السؤال. سيدي مصطفى، بالنسبة لرؤية الله تعالى في الدنيا، الصواب أنها لا تثبت، وموسى عليه السلام حين سأل الله تعالى أن ينظر إليه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، يعني لما تجلى الله تعالى للجبل قيد أنمله كما جاء في بعض التفاسير، صعق هذا الجبل وخر دكا، سبحان الله. فلما أفاق موسى عليه السلام قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. فهذا الأثر على عمومه يدل على أن ليس أحد من الناس ولا من الجن ولا من الملائكة يرى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. بعض الفقهاء خصوصا من متكلمة المعتزلة يعني رأوا بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى: لن تراني، لن تراني، قال: لن تراني، فالله تعالى قال لموسى: لن تراني. ولكن يعني هم قالوا بأن لن هذه تفيد التأبيد بمعنى لن تراني أبدا، والصواب أن لن لا تفيد التأبيد. وأذكر يعني بيتا لابن مالك رحمه الله تعالى في كافيته يقول: ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. فلن هذه لا تفيد التأبيد، ولها أدلة من الـ يعني الـ القرآن كذلك أو من السنة، وشواهد من لسان أو من لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: إنكم سترون الله يوم القيامة لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، يعني ما غاديش يوقع بسبب الزحام أنكم شي غيضرك شي، كلنا غادي نشوف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كنا من المسلمين. نسأل الله تعالى وإياكم، نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة الذين يرون ربهم يوم القيامة ويتلذذون بنعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. وأي نعيم في الجنة أعظم من نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فالجنة كلها وملذاتها وما فيها من خير ولذة وطيبات وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ذلك إنما هو نزل للمسلم، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل مستمعينا الكرام هو ما يعد للضيف حينما يدخل أول مرة، يعني الإنسان كي يجي عندك الضيف كتحط ليه واحد الكويس ديال أتاي وغريبة وزويتة وخبيز إلى آخره، هذا يسمى النزول، يسمى النزول، حليوات قاطو هذا كتسمى النزول، يعني أول ما يعد للضيف. ولكن بعد ذلك يأتي الكرم الأكبر اللي هو يعني اللحم والدجاج والبسطيلة والمحنشة وهذه الأنواع، يعني ما لذة وطاب من 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 هذه المأكولات. يعني أنا كنذكر هذه المأكولات وحدها لأنها هي المتعارف عليها يعني في مجتمعنا. فكذلك يوم القيامة، فهذه الملذات كلها وهذه الجنة بأنهارها وطيباتها وما تشتهيه الأنفس فإنما هو نزل، فهو يعني أول ما يعد للضيف حينما يدخل الجنة. ولكن أعظم النعيم وأعظم الكرامة أن ترى الله سبحانه وتعالى، أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا حرمنا الله وإياكم مستمعين الكرام من رؤية الله يوم القيامة. فنقول سيدي المصطفى،
الظاهر أن الملائكة كذلك هي داخلة في هذا الخطاب، وأن لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، والنار لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. شكرا سيدي المصطفى. وكذلك معنا أحد الأصدقاء، كذلك من أصدقاء البرنامج على الواتساب، يقول سلام أخويا محمد، أبي ما كيصومش رمضان، واش ممكن نخرج عليه عشرات الدرهم في النهار؟ واش ممكن نعطي هادوك الفلوس لأخت ديالي ولكن ما عندناش ولكن ما معناش معك عادل من قلعة صرغنا؟ شكرا سيدي عادل، بارك الله فيك، وتحية لأهل قلعة. بالنسبة للشيخ الكبير الذي هو يعني إما مريض أو لأنه لم يعد يستطيع يعني الصيام لكبار سنه، الله تعالى يقول فيه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية الطعام مساكين. وفي مذهبنا المالكي هذا الأمر في حقه مستحب، يستحب للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم يعني مدا من طعام مسكينا. فإذا كان هذا الشيخ لا يستطيع أو ليس عنده يعني من المال أو فقير، فإنه يسقط عليه ذلك، يسقط عليه هذه الفدية أو هذا الإطعام. فإذا أراد أحد أبنائه أن يعني يقدم يعني هذا الفدية فلا بأس بذلك، ليس هناك فيه أي حرج. والأخت ديالك تقول بأنها هي محتاجة، واش ممكن تعطيها هاد يعني هاد يعني المال؟ أقول لك أولا هذا الأمر ليس يعني واجبا عليك، فهو متعلق في ذمة الأب ديالك. وإذا كان هذا الأب ديالك يعني هو ما عندوش، الله يكون في العوان، الله تعالى ما فرضش عليه يعني فوق من طاقته. ونقول بأنه ليس واجبا ولا حاجة أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم وأحكم. كذلك عندنا سؤال الأخت سعاد من ألمانيا، تقول السلام عليكم ورحمة الله، البنت ديالي عمرها 12 سنة وبلغت اليوم والحمد لله، لكن مشكلتي خفت أنها لن تستطيع صوم الشهر بأكمله، مع العلم أننا سوف نصوم إن شاء الله هذه السنة 17 ساعة بألمانيا، أرجوكم انصحوني وجزاكم الله كل خير. للا سعد، أسأل الله تعالى أن يصلح لك البنت وأن يحفظها لك وأن يعمها برعايته وبكلائه، وأن يجعلها من المتفوقات في دراستها وكذلك في تدينها. وأسأل الله تعالى لك وللأسرة الكريمة عموما الخير والتوفيق. للا سعد، إذا بلغت يعني البنت في سن ديال 12 سنة أو 11 سنة أو أقل أو أكثر، طبعا هذا يوجب عليها الصيام، صيام شهر رمضان. ويبقى الأصل المعروف المضطرد أنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول لك أنت قد تلاحظي للا سعاد، إذا بنت لك البنت يعني في يوم من الأيام يعني خارت القوى ديالها وما استطعتش أنها تكمل النهار، غادي تنصحها أنها تأكل يعني تاك النهار تفطره، مثلا صمت مثلا حتى الأربعة أو الخمسة ديال العشية وما استطعتش باقي تكمل بحكم يعني الدراسة أو شيء من هذا قبل، أو بدلت يعني واحد المجهود. وأنا أنصحك أنها حاولي ما أمكن أنها في الأيام الأولى ما تبدلش يعني شيء مجهود يعني ذهني ولا مجهود يعني جسدي، باش ما تحصلش يعني في التعب والجسم باقي ما ولفش يعني لم يعتد بعد يعني الصوم. فأقول لك للا، إلا شفتيها في حالة من الحالات أنها ما قدرتش تكمل النهار ديالها، فهذه الحالة هذه خصك تدخلي لله وتعطيها يعني ما يعني تحتاجه من 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 غذاء حتى تتقوى وتقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من أيام بعد رمضان. فكما أقول لك لله، هي يعني بلغت، نعم وجب عليها الصوم، ولكن تبقى يعني رحمة الله تعالى شاملة لهؤلاء الناس، لأن الله تعالى ما كاينش شيء واجب أوجبه علينا إلا وينبغي أن يستصحب الإنسان يعني أصلا عظيما، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا الوسع ديالها يعني ما وسعته نفسها وقدرتها وطاقتها هو الواجب عليها. فإذا لم تسع
يعني قدرتها يعني تتم الصيام، ففي هذه الحالة تتدخلين إن شاء الله تعالى وتعطيها كل ما تحتاجه من غذاء حتى لا يقع لا تقع يعني في كما يقال يعني في يعني في مرض أو شيء من هذا القبيل. شكرا لله، بارك الله فيك. وكذلك آخر سؤال نجاوب عليه إن شاء الله تعالى، وأعتذر لكثير من الأصدقاء جولنا للأوفياء اللي كيتصلوا بنا سواء عبر الفيسبوك أو كذلك الواتساب، وكيخليوا رسائل كثيرة فيها أسئلة إلى ما جاوبناش على شي سؤال إن شاء الله نجاوب عليه فيما يستقبلنا، أو إن شاء الله يعاودوا يرسلوا السؤال، لأن أحيانا ضيق الوقت ما كيسمح ليناش أننا نجاوبوا على بزاف ديال الأسئلة. لالا مالكة تقول السلام عليكم ورحمة الله، لكم جزيل الشكر على البرنامج نير، عندي طلب وهو شرح صلاة الشفع والوتر. والوتر لدي التباس في عدد الركعات، ولك جزيل الشكر. شكرا للا، بارك الله فيك للا مالكة على هذا السؤال. لالا مالكة، بالنسبة للشفع والوتر أشنا هو؟ الوتر طبعا هو الركعة الواحدة، الركعة الواحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر. والوتر هذه صلاة عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه تركها، وهي سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أوجبها كبعض الأحناف والظاهرية، ولكن أقول هي سنة مؤكدة في حق المسلم، بمعنى أنه يعني إذا تركها فلا حرج عليه، ولكن أن يتركها بالمرة ففي هذه الحالة يأثم. يعني ما معنى السنة المؤكدة؟ بمعنى أنه إذا تركها مرة فلا حرج، ولكن إذا تركها بالكلية ولم يعد يصليها فإنه يأثم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الوتر. إذن أقول للا مالكة، الوتر كما قلت هي الركعة الواحدة، والشفع جوج ركعات فأكثر، بمعنى مثلا صليت العشاء عندك مثلا واحد المتسع ديال الوقت، صليت جوج ركعات، صليت أربعة ركعات، صليت ستة ركعات، ثمانية ركعات، عشرة ركعات، عشرين ركعة، إلى غير ذلك من هذا أعداد ديال الصلاة، لا بأس بذلك. نعم، وفي الأخير توترين بركعة واحدة تكون هي ختام يعني صلوات ذلك اليوم، والله تعالى أعلم وأحكم. مستمعين الكرام، فاصل ثم نعود. تواصلنا المباشر ما زال مستمرا معكم من خلال أثير إذاعة ميد راديو. مستمعين الكرام، أنتم على ما زلت مع برنامج بشائر الصباح، وإن شاء الله تعالى نفتح خطوطنا الهاتفية 0522-88-0060 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52، ونأخذ معنا أول مكالمة من عند عبد القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور سيدي عبد القدر. الله يبارك بك. مرحبا بك سيدي. شيخ، أنا كنصلي وكنصلي على واحد السرير، ما عنديش الأرض فين نصلي، يعني شي واحد ساكن عندي مضايق العمل ديالي. لا اله الا الله. تنصلي على واحد السرير. نعم. واش ايه ولا لا؟ كدير سجاده ولا كتصلي؟ على الفراش ديالي اللي كنعس فيه. لا اله الا الله. انت كتصلي في المكان اللي انت ساكن فيه؟ هي اللي ساكن فيه، ومني تيوصل التوخيت كيوصل الوقت ديال المسجد تنمشي للمسجد، المسجد عندي بعيد. نعم. تنقضي الوقت تنصلي ركعات لله. نعم. واش ايه ولا لا؟ مرحبا سيدي، ان شاء الله تعالى سيدي عبد القادر، مرحبا، نجاوبك ان شاء الله تعالى على الاثير. ان شاء الله تسمعني على الاثير ان شاء الله سيدي عبد القادر. شكرا انا وديش. جزاك الله خيرا سيدي عبد القادر. سيدي عبد القادر كيسولنا انه كيصلي في الشارع تقريبا، هذا هو المحل ديال السكن ديالو، نسال الله تعالى ان يغنيك من فضله. سيدي عبد القادر، نعم الصلاه صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فالمكان الذي تصلي فيه إذا كان خالي من أي نجسة فإن هذه الصلاة تعتبر صحيحة، والله تعالى أعلم وأحكم. وأسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله سيدي عبد القدر. ونأخذ معنا مكالمة أخرى من الدار البيضاء. سيدي عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي عبد الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي عبد الله. الله يجزيك بخير سيدي والله يقوي. مرحبا سيدي عبد الله، كيف حالك لاباس؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي. لا يسمح لي سيدي إذا كتب الله بغينا نمشيو للعمرة. أي سيدي. واحد السيد كان كيشرح لنا ورينا كيفاش نديرو هذا، وقال لنا ما توصلوش كدير طواف القدوم وتصلي واحد ركعات ورا المقام
وحتى قال لي لا طواف القدوم ما كاينش في العمره كيكون عبر الحج. وبقاو كيتجادلوا ما عرفناش، قلت له نسول الفقير شعر راسي طواف القدوم واش كاين في العمره ولا ما كاينش. الله يرحم الوالدي. بلاتي بلاتي سيدي عبد الله، هذا الشخص بعدا اللي قال لك هذا الكلام، هذا الطواف القدوم واش هو من الوعاظ المختصين يعني في لا لا فايت لي مشى العمره قال لي كديروا ملي كتشتري المكه كتدخل للمسجد الحرام باب الشلال نعم وكدير الطوف على الكعبه قال لي طواف القدوم. لا قال لي لا ما كاينش طواف القدوم في العمره، كاين نعم الحج داك اللي التمتع ولا لا يرحم والدي. ان شاء الله تعالى مرحبا. شكرا شكرا سيدي عبد الله. هو طواف القدوم بحاله بحال تحيه المسجد بالنسبه للانسان اللي اللي اللي, اللي دخل يصلي، هذا هو يعني الفرق بين طواف القدوم وبين غيره. يعني طواف القدوم يعتبر كتحية المسجد، فالإنسان إذا دخل يعني المكة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه توضأ ثم طاف بالبيت. نعم، فيعني هذا الأمر اختلف فيه الفقهاء هل هو سنة أو واجب. هناك من يرى من الفقهاء كالحنفية والحنابلة والشافعية يرون بأنه يعني يعني واجب، وهناك من رأى عدا طبعا هذو قالوا بأنه سنة، وهناك من رأى بأنه يعني سنة وليس يعني بواجب، هم هؤلاء الذين ذكرت. وهناك من رأى بأن طواف القدوم هذا واجب ومن تركه فقد لزمه دم، وهذا قول المالكي عليه رحمة الله، واستدلوا على ذلك من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فجمهور الفقهاء على أنه يعني سنة وليس على تركه، من تركه ليس عليه شيء لا دم ولا شيء من هذا القبيل، كما قلت هذا قول الأحناف والحنابلة والشافعية. وهناك من رأى بأنه يعني واجب كما ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله حين دخل مكة هو أنه توضأ ثم طاف بالبيت، والله تعالى أعلم وأحكم. ونأخذ معنا مكالمة أخرى من تونات. سيدي يونس السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. مرحبا سيدي. كيف دير أستاذ بخير؟ الله يسلمكم سيدي، وأنتم لاباس بخير؟ بخير، كنشكرك بزاف أستاذ. مرحبا سيدي بارك الله فيك. واحد السؤال أستاذ لجزاك بخير. مرحبا. أستاذ أنا معتقل في السجن ياك؟ نعم سيدي. أنا معتقل في السجن ياك؟ معتقل في سجن لا إله إلا الله، فك الله أسرك. وبالنسبة للرمضان حسب صلاة التراويح، يعني من حسب صلاة التراويح واش نصليها بالقرآن في يدي وأنا كنقرأ ولا كيفاش؟ يعني بالنسبة للتراويح أنتم كتصلوا جماعة ولا فرادة؟ يعني مرة كنصلي جماعة مرة فرادة. نعم. حسب الناس اللي كيكونوا مرة كيصلي ومرة ما كيصلي على حسب. نعم سيدي نعم سيدي، إن شاء الله نجاوبك سيدي. عندك سؤال آخر؟ هذا هو السؤال أستاذ، وجاوبني الله يجزاك بخير ونشكرك بزاف. ضروري بارك الله فيك سيدي يونس، إن شاء الله نجاوبك. شكرا بزاف أستاذ. بارك الله فيك سيدي يونس، فك الله أسرك سيدي يونس. سيدي يونس معتقل، نسأل الله تعالى أن يفرج عنه عما قريب وأن يسعده بفرح الخروج. سيدي يونس، بالنسبة لهذا الأمر ديال صلاة التراويح، إذا صليتها جماعة فقد كفيت، وإذا صليتها يعني منفردا فانت لك ما كنتش حافظ القرآن، وممكن أنك تحمل القرآن في يدك وتقرأ منه إن شاء الله تعالى. يعني إله زيت القرآن وقرأت منه، ففي هذه الحالة يعني لا بأس بذلك، لأن هذه يعني صلاة تطوع، ويتجوز في صلاة تطوع ما لا يتجوز في الفريضة. نعم، الصور اللي أنت يحفظهم ممكن تقرأهم هكذا لما تشوف المصحف، والصور اللي انت ما حافظهمش وحبيتي تقرا منهم ان شاء الله تعالى اذا اردت ذلك فلا باس ان تحمل المصحف، وصلاتك صحيحه والله تعالى اعلم واحكم. وناخذ معنا مكالمه اخرى من الفقيه بن صالح. استاذ الشرقاوي السلام عليكم ورحمه الله. الو الو السلام عليكم استاذ الشرقاوي. وعليكم السلام استاذ. السلام مرحبا سيدي. السلام عليكم سيدنا الكريم، سيدي الله يطولنا في عمرك. اللهم امين يا سيدي الكريم. الدنيا الصباحيه اللي نورتي بها مستمعين، الله ينورك سيدي، ونورتي بها اذاعه ميديا راديو الساهرين عليها، الله يطولنا في عمرك يا استاذ. بارك الله فيك سيدي. عندي واحد سؤال استاذ. مرحبا سيدي الكريم. انا عندي واحد المرض مزمن. لا اله الا الله.
ودابا عندي دابا الطبيبه اللي كانت متبعه عندها قالت لي خاصك تفطر وانا كنصوم. نعم كنصوم وتنفطر غير النهار ديال الجمعه كنمشي نصلي فيه. دابا ما عرفتش الحرف. ولكن راه الطبيب قال لك ما تصومش. قال لي ما تصومش استاذ. ولكن علاش غتصوم سيدي؟ راه الاجر في هذه الحاله هذه راه هو انك ما تصومش ماشي هو انك تصوم. ياك يا سيدي الاجر هو انك ما تصومش، لان الا كنت انت يا كدير واحد العمل لوجه الله والله سبحانه وتعالى يعني اعطاك واحد الرخصه ديال انك ما تصومش لانك مريض، خصوصا وان الطبيب قالت لك ما خصكش تصوم نهائيا، فكان هذا تولي واجب عليك انك ما تصومش. والاجر اسيدي الكريم راه غادي تبت ان شاء الله سيدي الشرقاوي. كانك كتصوم هذاك الاجر اللي خفتيه يمشي لك راه ثابت لك باذن الله تعالى. نعم يعني انما الاعمال بالنيات، العبره بالنيه. هذيك النيه ديالتك انك كنت ناوي تصوم ولكن بسبب المرض ما بقيتش تيسر لك انك تصوم، راه الله تعالى كيكتب لك هذاك الصيام تاما، يكتب لك الله تعالى في الاجر وما يضيعكش الله تعالى نهائيا. فلذلك سيدي الشرقاوي حافظ على الصحيحه ديالك، واللي قالت لك الطبيبه ان شاء الله هو اللي يدير، والاجر راه ثابت ان شاء الله تعالى. مرحبا سيدي الشرقاوي. مرحبا بك سيدي، ونمشيو ان شاء الله تعالى الى مدينه مراكش عند لاله هدى. لاله هدى السلام عليكم. لاله هدى كتسمعينا؟ لاله هدى ربما ما كتسمعناش. لاله هدى ان شاء الله ما كتسمعناش، نسال الله تعالى انها تبقى معنا ان شاء الله باذن الله. لاله هدى ما كتسمعناش، نسال الله تعالى أن يحفظها. وهذا السيد مسكين اتصل بنا مع الأسف يعني هو مريض، وشوف سبحان الله الحرص الكبير على 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 العبادة وعلى الصلاة. هذا الرجل يتصل معنا من السجن، كان في السجن معتقل وحريص مسكين على الصلاة، أسأل الله تعالى أن يوفقه. وهذا كذلك الشرقاوي الله يجزيه بخير يعني في مرضه، مع أنه مريض ومع أن الطبيب قال له لا تصوم وهو يصوم، يقول الأيام كلها إلا الجمعة لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن يشفيه. اللهم إني أسألك بموجبات رحمتك وبعزائم مغفرتك يا أرحم الراحمين أن تشفيه من 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 كل من كل مرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع له هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كريم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي جميع مرضى المسلمين وأن تمدهم بالصحة والعافية. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على مرضانا بالشفاء العاجل يا رب. كل مريض يسمعنا الآن وكل مريض من أهلنا، اللهم لا تدع فيه جرحا إلا دويته، اللهم لا تدع فيه ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، واشفنا وعافنا واعف عنا واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ندعوك ربنا في ظهر الغيب أن تمن على مرضانا بالشفاء، اللهم ردهم إلينا سالمين من كل داء ومن كل بلاء يا منان يا ذا الجلال والإكرام. عاف جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب. اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تواصلنا المباشر ما زال مستمر معكم مستمعينا الكرام عبر أثير الإذاعة القريبة منكم إذاعة ميدغاديو، ونواصل إن شاء الله تعالى استقبال مكالماتكم. وهذه المرة إن شاء الله نمشي إلى مدينة تونات عند سيدي محمد. سيدي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي محمد. نعم سيدي. مرحبا سيدي، صباح الخير. صباح الخير سيدي، كيف صبحت الأستاذ لاباس عليك؟ الحمد لله سيدي، وانتم لاباس بخير؟ الله يرحم لك الوالدين سيدي، شكرا بزاف، الله يجزيك بالخير أسيدي. غنسولك على واحد السؤال عندي، الله يرحم لك الوالدين. مرحبا سيدي الكريم. نعم سيدي، ديك التسبيح نعم سيدي شحال فيه ديال الركعات؟ الله يرحم لك الوالدين.
صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح. نعم سيدي. نعم سيدي. نعم. مرحبا إن شاء الله تسمعني عبر الأثير. واخا سيدي ودعي معنا شي دعوات الله يرحم لك الوالدين وشكرا بزاف الله يجزيك بالخير. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. الله يرحم لك الوالدين ما دعينا مع الوليدات راه مرادين شي شوية الله يحفظك. لا إله إلا الله أسأل الله تعالى أن يشفيهم الوالدين غير آجل. بارك الله فيك سيدي محمد شكرا وأسأل الله عز وجل أن يحفظك الوالدين وأن يحفظ لك الأبناء وأن يشفيهم عاجلا غير آجل. أسأل الله تعالى أن يفرجها عليك يا ذا الجلال والإكرام. سيدي محمد يسأل عن صلاة التسابيح. صلاة التسابيح هي 4 ركعات سيدي، كل ركعة تقرأ فيها يعني الفاتحة والصورة وبعدها تذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولو أكبر 15 مرة، وبعد ذلك في الركوع يعني تقول هذا الذكر 10 مرات وهكذا في كل ركعة، يعني تقوم بنفس العمل وإن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى لك القبول. شكرا سيدي محمد اللي كان معنا من مدينة تونات، إن شاء الله لله دار جعتنا من مراكش لله دا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله للهدى، صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، لبس عليك. الله يسلمك لله، بارك الله فيك، انتم بخير. بارك الله فيك يا دكتور، قسم بالله راك عزيز علينا عزيز بزاف، تقول لك صح مرك ويعطيك متمنيك. الله يرفع قدرك للهدى، جزاك الله خير على الكلام الطيب. الله يطول عمرك ويبارك فيك، تعدى معايا شي وليدات ان شاء الله. ما شاء الله للهدى، ما شاء الله لا اله الا الله. بارك الله يسلمك، نسول لك واحد السؤال. اييه. أنا مزوجة وليني كنت معايدة وما كنت كنقدر نصوم حتى هذا شعبان اللي صمت فين اللي كان عندي ديال رمضان ديال هذاك العام. أيه؟ واش ماشي مشكل قضاء الدين ديال هذاك العام في رمضان ياك ديال رمضان؟ نعم هذا العام اللي نعم هذا العام اللي هذا شعبان هو اللي صمت هذا الدين ديالي. نعم إن أنت كتسوي على قضاء الدين في هذه الأيام اللي متبقية من شعبان. أنا كملت دابا ساليتا. أيه وشنو كان سؤالك لالا هدى؟ بغيت نشوف واش عندي شي ذنب ولا لا، حيت أنا حفظت بزاف. أنت قلتي بأنك أنت مريضة لالا هدى. شفاك الله وعافاك لالا هدى، لا لا ما فيها حتى شي بس الحمد لله، مادام أنه نفس العام يعني ما داش العام ما دخلش العام الآخر عليه. لا. لا لا إن شاء الله صيامك صحيح وليس عليك أي حرج في ذلك وشفاك الله وعافاك لالا هدى. الله لا مرحبا لالا، مرحبا هدى، الصوت اللي ما تسمعوش مزيان لالا هدى. ذكرت الله مع الزوج ديالي الله يسهل عليه ويعطيه مروة في خاطره ان شاء الله. اللهم امن لله الله عز وجل، يعني كل مساله يعني يريدها الزوج يسأل الله تعالى ان يقضيها له عاجلا غير اجل. أسأل الله لالا هدى أن يصلح لك الزوج وأن يحفظه لك من كل سوء وأن يحفظ لك الآباء عندك أبناء لالا هدى؟ لا لا ما أنا بديت أطلب معي لحد ما زال ما لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن يمسخك الأبناء لالا هدى، أسأل الله تعالى أن يمسخك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك وتسعدك في الدنيا والآخرة، لا حرمك الله عز وجل الأبناء، ولذلك هذه لالا هدى مسكينة ما عندهاش أبناء. أسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى جميعا أن يرزقها الذرية الصالحة عاجلا غير آجل، الذرية التي يعني تقر بها العين وتسعد بها النفس وترفع شأنك في الدنيا والآخرة لالا هدى. وأسأل الله تعالى أن يحفظ لك الوالدين ويخلي لك الزوج ديالك ويصلح لك ويجعل زواجكم كله راحة وهناء وطمأنينة وسعادة، وأسأل الله تعالى أن يديم عليك وأن يلبسك لباس الصحة والعافية. وجزاك الله خير لالا هدى على سؤالكم، شو إن شاء الله تعالى عند سي نور الدين من بلجيكا. سي نور الدين السلام عليكم. سيدي نور الدين الله كيدير أخويا لاباس عليك؟ الله يسلمك سيدي نور الدين، صباح الخير سيدي. كيدير سيدي بخير؟ الله يسلمك سيدي بارك الله فيك. والله يا خويا دابا أنا تنتصل تعرف ما نعرف راه ملي كان سي الأستاذ سيدي محمد سيدي محمد برا وكان عين تصل والو، ولكن دابا الاخ قال لي راه نعم سيدي مرحبا قال لي راه بريفي ما كيجاوبش فيه فهذا ما خاصني نشوف مع الشركه تقول لي تعيط بالفيكس. نعم سيدي نور الدين ما شاء الله مرحبا بك سيدي نور الدين. الله يسهل عليك ياك شي بس ما كاين سيدي نور الدين؟ لا لا شي بس ما كاين، انا هذه المشكله مرضني شويه والله. دابا عندي واحد الكوت في المغرب ياك
وكل خطرة كنت دخلت تدخل شوية على حساب قد زعما حساب دوي زعما قد زعما نسيت كل ما وكل شيء. نعم ما شاء الله الله يهديك. ولكن الزكاة عمري ما خرجت. نعم سيدي. ولكن المشكل مرضني بزاف ما عرفتش شحال ندير. شنو اللي خلاك ما تخرجش الزكاة سيدي نورتي؟ ما خاصني نكون أنا في المغرب تما وخاصني نشوف وحتى ملي فتحت الكونت تما في المغرب ما عقلتش شنو التاريخ بس فتحت الكونت. نعم. من هذيك التاريخ اللي هنا ما عمري خرجت وهذا المشكل أثر عليا بزاف. نعم. ثانية الصراحة هذي كان. نعم. ما عرفت كيفاش غندير في هذه الحالة هذه. يعني ماشي بالضر تخرج منهم هما، أنت غتعرف يعني المقدار اللي عندك وإن شاء الله تعالى ديك البركة غتخرجها وتعطيها للفقراء اللي حداك تما يعني في المكان اللي كتكون فيه. أنا في بلجيكا تكون الفقراء قليلة أخويا. ألور غادي تشوف شي واحد، اسمح لي، إذا إن شاء الله تشوف شي واحد يعني هنا في المغرب كتعرفه وصفت ليه الأمانة وهو يتكلف، يعني هو يتكلف مثلا شي عند من العائلة ديالك هو يتكلف، قول لي إذا لقيتي شي واحد مثلا من الفقراء أعطيه هذا المبلغ ديال المال. ياك فهمتي سيدي نورتي؟ لا فهمت اخويا. وواحد نعم. السؤال ثاني. مرحبا. سؤال اخويا الا كان مرحبا مشكل. مرحبا سيدي بالعكس تفضل سيدي خذ راحتك انت في دارك سيدي. عندي دابا سمعت واحد الفقيه في اليوتيوب قال لك انسان اللي كيسبح بالتسبيح قالت لا يجوز. قال لي علاش؟ كيسبح باليد ديالو ولكن انسان اللي كيسبح باليد ديالو بالصبعان ديالو غادي يمل. نعم. وانا كنسبح بالتسبيح واش يجوز اخي ولا نعم سيدي هو هذا الامر هذا ما فيه حتى شي باس الحمد لله واتفق الائمه الاربعه وعامه الفقهاء على جواز السبحه يعني السبحه هذه يعني عامه الفقهاء على جوازها وهناك ادله كثيره تدل على جواز التسبيح يعني بهذه السبحه اللي هي الحصى والنوى مثل ذلك حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نوى أو حصى كما جاء في الحديث تسبح به نعم والنبي صلى الله عليه وسلم دلها على ذكر جامع والشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على التسبيح بهذه الحصى وبهذه النوى هناك يعني أحاديث كثيرة جدا جدا يعني أبو الدرداء كذلك ثبت عنه أنه كان يعني له يعني نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداء أخرجها واحدة واحدة يسبح بها يعني حتى يعني الظهر فمسألة السبحة يعني كنقيسها على ماذا على هذا النوى والحصى اللي كانوا الصحابة كيسبحوا بها كانوا كيجمعوا حجرات وكيسبحوا بها وكذلك حصى يكون عندها واحد العدد مثلا 100 ولا 200 فكذلك السبحة السبحة إنما هي وسيلة إلى يعني معرفة العدد الإنسان بيسبح مثلا 33 أو بيسبح مثلا 100 تسبيحة أو بيستغفر الله تعالى 100 استغفار هذا التسبيح هذا كيساعدوا على هذا العدد هذا هو فهي فقط وسيلة وأصلا سيدي نقول لك واحد المسألة لما كنت تكلموا إحنا على البدعة كنت تكلموا على ماذا كنت تكلموا على العبادة أما المقاصد أما بالنسبة للوسائل لا تدخلها أصل لا تحكمها البدعة وإنما الوسائل تحكمها المصلحة والمفسدة فيقال هل في هذه السبحة مصلحة أو فيها مفسدة نقول فيها مصلحة العد ديال التسبيح فأصلا الوسائل لا تدخلها البدعة فلاش كأن هذا الرجل هو أخطأ يعني أخطأ نعم سمعت أخي في اليوتيوب نعم سيدي وأنت عرفت قال لك لأن اليد ديالك تدفن معك والقبر ديالك وهي كتشهد عليكم القيامة ولكن قول لي راه الشهاده راه ماشي فقط غير من الايدي راه حتى هذيك الحصى حطيره غتشهد عليك يوم القيامه ها هما الصحابه قول يعني السؤال المطروح لهذا الرجل هل ثبت ان الصحابه كانوا يسبحون بالحصى والنوى سيقول نعم نقول اذا فيجوز التسبيح كذلك بالسبحه هذا هو سميته اما بالنسبه للشهاده راه حتى هذيك الحصى حتى هي غادي تشهد وحتى جاء حتى هذاك الحائط اللي حداك اللي كتجي كتسبح الله ومتكي عليه حتى هو غيشهد لك يوم القيامه وحتى هذيك الثياب غتشهد لك وحتى هذيك الارض غتشهد لك ماشي فقط اليد اما 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 اليد يعني شهاده اليد واستنطقها الله تعالى فجاءت في المعصيه ها جاءت في المعصيه ان الله تعالى حتى اذا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وايديهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فهذه أصلا هي في سياق ذكر المعصية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا يأتي يوم القيامة
فيقول يا ربي إنك لا ترضى الظلم. قال الله تعالى نعم. قال فما الشهيد على أنني ارتكبت هذه المعصية؟ فينطق الله تعالى اليد والجوارح وتشهد عليه أنه كان يرتكب المعصية. فيقول ويحكن إنما عنكن كنت أدافع. فهذه الشهادة هذه جاءت فش في سياق ماذا؟ في سياق ذكر المعصية. أما في سياق ذكر العمل الصالح فلا يحتاج الإنسان إلى أن تشهد عليه هذه الأيدي، وإنما يقال بأن يعني هذه الحائط وهذه الأرض وهذا سبحان تستغفر لك الله سبحانه وتعالى لأنك كنت في عمل صالح، لأنك كنت في عمل صالح. فهذا الذي يقال والله تعالى على سيدي نور الدين. مرحبا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. مرحبا. مرحبا سيدي. بقى ما صمتش ايامات في شعبان. ايوه. ايام هذه الايام اللي باقا في شعبان يمكن صمت اثنين وخميس. نعم الحديث ديال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف وليس عليه العمل. والصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان تقريبا كله، بمعنى كيستمنوا فقط بعض الأيام، لأن مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهر ديال شي رمضان شي شهر كامل إلا شهر رمضان، وأكثر شهر صام النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هو شعبان. وكذلك الحديث في الصحيح لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل على أنه يجوز الإنسان أنه يصوم الأيام يعني ما بعد 15 يوم حتى 27 28 إن شاء الله تعالى. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء منهم فقهاءنا المالكية عليهم رحمة الله. أسعدني واحد رفقي هنا في تغني. أيه. وقال لنا سيدي لم يتموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صام نصف شعبان. احنا كنقولوا بأنه الحديث صحيح مسلم، كان حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. والحديث الآخر المعروف لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني ما تصوموش واحد جوج ليومين اللي بقات لرمضان. فهذا دليل على أن ما قبل هذه الأيام كلها صيام. علاش غادي نقولوا بأنه لم يثبت؟ ثم يعني أنا نقول لك سيدي واحد الحاجة، من التواضع ديال العلماء أم أدب العلماء أنهم تقولوا لا أعلم في ذلك قولا، أما لم يثبت هذا كأنه استقرأ كتب السنة كلها وتتبع جميع الأحاديث ولم يثبت، وهذا طبعا متعذر، هذا متعذر أصلا. نعم والله تعالى أعلم سيدي نور الدين. نعم شكرا سيدي نور الدين. بقى عندك سؤال آخر سيدي نور الدين؟ عندي غير سؤال واحد. لا مرحبا سيدي، أنا سيدي محمد هذا شرف لي سيدي نور الدين، وخذ راحتك الدار دارك سيدي، احنا كنا كنستافدوا. مرحبا بك سيدي تفضل. لا عندي واحد دابا عندي الوالد مزوج جوج عيالات، الوالد ديالي وعنده الاولاد معاه وكل شيء. ايوه. وكانت عندنا مشاكل من اللي مات الوالد صالحنا وكل شيء الحمد لله، ولكن واحد السيد الاخ ديال من الوالد نصب عليا في الزواج مع دابا واحد السيده خت مراته، انا مشيت ما عرفت ما والو، نصب عليا وكل شيء، ومشيت اسيدي هذوك الناس استعملوا الشعوذه وكل شيء وتزوجت بها، ولكن جيت اخي ملي جيت لهنا كل شيء ودرت لها الاجراءات القانونيه على حسب ريكروتمون فاميليال وهذا الشيء، والسيده جبتها ماشي ما جبتهاش، وجات معها الشعوذه وجات معها خويا شي ام ويشهد الله وعلينا بالشعبان غادي تكذب عليها. نعم. السيده انفصلت معها دخلتها المغرب وصافي بغات نطلق كل شيء، وهما داروا لي الشونطاج قالوا لي مثلا نتنزلوا لك على المستحقات وهذاك الشيء ودير لها الوريقات ديالها دير لها الاقامه ديالها، ما تقبلتش انا هذه الفكره هذه وطلقت. نعم. والسيده قاطعته. نعم. السيد الاخ من الوالد قاطعته هذه مده. نعم سيدي. الله يجازيك بخير تقول لي في الامر هذا. وهو الان دابا تم الطلاق سيدي نور الدين؟ لا تم الطلاق كل شيء، ولكن المهم هو شوف هو لا اله الا الله سيد نور الدين. شوف سيد نور الدين، انا اللي نقدر نقول لك هذه الساعه، انا كنعرف بان هذا الامر هذيك الشمته كما تنقولوا خصوصا لما كتجي من اقرب الناس اللي هو الاخ ديالك، لان الاخ من الاب هو يعني بمثابه الاخ الشقيق، يعني عندكم نفس الدم. لما كتجي الشمته من اقرب الناس كتكون صعيبه شويه. هو ماشي شقيق، هو من الوالد. نعم هو الاخ لاب ديالك، اخ من الاب ديالك تقريبا راه بحال الشقيق، لان نفس الدم راه هو يورث فيك وتورث فيه الى اخره. هو صعيب طبعا هذا الامر هذا سيدي نور الدين، ولكن شوف
النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع له أكثر من ذلك وصبر. فتنقول لك سيد نورتين دوزها في سبيل الله والله تعالى غادي يجزيك خير الجزاء. أنت كتعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في ليلة القدر نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تحب العفو فالله يحب العفو، فإذا عفوت عنه وصلت رحمك فالله تعالى سيعفو عنك. سيد نورتين جعلها لله، دير هذا العمل لله ماشي لنفسك او لشيء لهذا القضي، والله تعالى غادي يخلصوا. انت 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 انا سيدي نورتين بغيت لك الاجر عند الله تعالى، وبغيت لك هاد الكلمه تاع العفو باش انت ان شاء الله في ليله القدر لما تهزيك وتقول يا ربي انك عفو تحب العفو وتقول فاعفو عني، يقول الله تعالى هذا عبدي يعفو عن الناس فانا عفوت عنه. اسال الله تعالى ان يعفو عنك وعن جميع المسلمين. سيدي نورتين جزاك الله سيدي محمد، وصل رحمك سيدي، واصبر واصبر اخي واصبر. الله يوفقك. وتزوجتي سيدي نورتين ولا باقي؟ نعم سيدي. تزوجتي ولا باقي؟ باقي اخي. الله يرزقك الزوجه الصالحه اللي تسعدك ان شاء الله. لا لا ما تخافش الحمد لله. دابا انا نوقع الكلمه، انا خدام ياك. نعم. وعندي 4 سيمانات في العام. نعم. هذيك تندخل موحش والاحباب وهذه نعم. انا عندي العائله كلها هنايا. نعم. ولكن دوك النصابة خويا ترى وليت نخاف منه ما نكذبش عليك. لا اله الا الله غادي يسلمك. ولا النصر. نعم سيدي ولا مصلحة ولا نعم. فهمت. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا وليت نخاف منه. توترك يا سيدي محمد راك عارف هذه المسائل. عرفت سيدي عرفت. لا اله الا الله. عارف. لا اله الا الله. وان شاء الله تعالى الله تعالى غادي يحفظ لك طريقك من 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 من, من, من الاشرار. هذا واجب سيد نورتين، هذا واجب بظهر الغيب سيد نورتين. شكرا سيد نور الدين اللي كان معنا من مدينه بلجيكا، ونتمنى انه قضى معنا وقت طيب، واسال الله تعالى ان يرزقه الزوجه الصالحه التي تنسيه يعني هموم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجه الصالحه، واسال الله تعالى ان يرزقك اخي زوجه صالحه تقر بها عينك. مستمعينا الكرام فاصل ثم نعود ونواصل استقبال مكالماتكم. مستمعينا الكرام مرحبا بكم واسعد الله صباحكم، ونشوف ان شاء الله تعالى الى مدينه مكناس عند امينه. لالا امينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سب. مرحبا لالا امينه، اسعد الله صباحك. جزاك الله خيرا عن ما تقدمه لعباد الله. بارك الله فيك لالا امينه وجزاك الله. الله يرحمك الوالدين. مرحبا لالا. هذه سيدة قامت بعمرة أي في شهر رمضان. نعم. وفي ديك فرائض ديال سميت ديال العمرة. نعم. كانت دارت ديك السعي وفي عوض ما تدير 7 ديال الأشواط ديال السعي في عوض. نعم. ما تدير 7 دارت 14 في صحابها. المهم هي دورة كاملة هي اللي إذا. نعم. ما هي الدورة الأولى. نعم. اشنو عليها؟ واش نعم. عليها شيء يتم ولا ان شاء الله نجاوبك. لا عندك أوه. عندك سؤال اخر لا امينه؟ لا شكرا هذا هو السؤال احنا والدي. مرحبا لالا. مرحبا ان شاء الله تعالى. مرحبا لالا امينه وشكرا لالا امينه ونشوف ان شاء الله تعالى. سيدي عبد الله من تارودانت. سيدي عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الخير. مرحبا. من كتير بخير. الله يسلمك سيدي. انتم لاباس؟ أكحفظ ربي. الحمد لله سيدي لاباس. الحمد لله. الله يسلمك سيدي بارك الله فيك. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. الله يرحم والدينا. واحد الدري عندي الله يرحمه على برا. أيه. الله يرحم والديك. يعني واحد الخطرة طلع لي الزعاف وتندعي لي وقل لي الله يرحم الوالدين وقل لي دعيت عليه. نعم دعيت عليه يرحم والدي. قلت لي قلت لي سير الله يجعلك ما شاء الله تكون واريتي الله يرحم والديك وداك الشيء. اش تقول؟ قلت لي مع قلت لي سير الله يجعل ربي يقول لي ما تكون واريت ديالي. نعم نعم. وبقى في الحال الله يرحم ليك الوالدين بغيت باش توري لي علاش غاني الله يرحم ليك. نعم نعم ان شاء الله سيدي ان شاء الله سيدي. الله يرحم ليك الوالدين ودعي معايا الله يرحم ليك الوالدين الله يرحم ليك الوالدين الله يحفظك. بارك الله فيك سيدي. ودعي مع ولادي واحد البنية عندي مريضة مسكينة وأنا مريض. نعم. الله يرحم ليك الوالدين دعي معايا مزيان الله يرحم. نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا. الله يرحم ليك الوالدين. مرحبا سيدي عبد الله. مرحبا.
إذن شكرا سيدي عبد الله، أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يصلح الذرية. سيدي عبد الله إلا جا الإنسان يغضب ويدعي على الأبناء ديالو، يعني هذا الأمر هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم فضلا عن أن يكون يعني هذا الشخص هو الابن ديالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلها أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى الدعاء. فلذلك سيدي بارك الله فيك ينبغي أن تنتبه إلى أن لا ينبغي للمسلم أن يدعو على الأبناء دياله. فأسأل الله تعالى أن يصلح الأبناء سيدي وأن ييسر أمرك بارك الله فيك. ونمشيو للسؤال ديال أمينة من المكناس. لالا أمينة، أنت كتعرفي بأن يعني الواجب هو سبع، يعني طواف، يعني سبع مرات طواف على البيت، فهي يعني قلت بأنها هذا الأمر هذا كان جهلا منها، ما عرفاش. طبعا الإسلام خصو يتعلم يعني أمور دينه، غادي الحج يمشي يسول ويعرف ويسول الناس إلى آخره، أو كذلك في العمرة. فبما أن هذا الأمر هذا يعني ما كانش عن عمد منها، فهذا الأمر هذا ما غاديش نقوله بأنه يعني كما يقال، يعني نقوله بأنها هذا حصل فيه الإثم أو سبب يعني فساد يعني هذا الركن ديال الطواف بين الصفا والمروة. فنقول يعني هذا الطواف ديالها صحيح والله تعالى أعلم وأحكم. ونمشي إن شاء الله تعالى إلى مكالمة أخرى من عند عبد الهادي من الدار البيضاء. السلام عليكم. أو سي عبد الله من الرباط. السلام عليكم. السلام عليكم سي جيجي. وعليكم السلام سيدي عبد الله. تحياتي أختي رماتي، وشكرا جزيلا على المجهودات القيمة اللي كتبتلو أستاذ البرنامج. بارك الله فيك سيدي. سؤال أستاذ، بغيت نعرف الفصل بين الشفع والوتر، واش كيكون غير بالتسليمة؟ نعم. ولا ضروري نديروا الإقامة حتى في الشفاء، إقامة الصلاة يعني الشفاء حتى ونديروا فيها الإقامة؟ أيه، هذا زعما واش ضروري ولا نصلوا ما بين الشفاء والوتر؟ إلا الوتر، أنا كنقصد الوتر، واش ضروري الإقامة؟ لأن كيقول لك لا ما تصل بيناتهم إلا بالتسليمة، ما دير فيه لا دعاء لا شي حاجة بيناتهم. غير تقول السلام عليكم كتبدا في الشفاء والوتر مباشرة، واش هاد المسألة؟ دابا سيدي عبد الله باش نفهم سؤالك مزيان باش نقدر نجاوبك مزيان، انت كتقول سيدي بانه من بعد انسان ما صلى الفريضه بينوض يصلي الشفع والوتر. اييه، يعني حتى صليت الشفع وقلت السلام عليكم، اييه، واش مباشره كتدخل في الوتر؟ نعم. ولا كدير الاقامه حتى هو ديالو خاصه به وكتصلي؟ ما كاينش الاقامه بالنسبه للشفع والوتر، وصلاه التطوع عموما كلها ما فيهاش الاقامه، إقامة شرعات للفريضة. للفريضة فقط، ما واللي دارها ماشي مشكل. السؤال هو علاش دارها؟ إلا كنت يظن بأن هذه سنة أكيد أنه راه هذا من البدع. هذا هو اللي بغيت نفهم. نعم. وباش يفهموا حتى الناس، لأن كاين أي واحد كيبغي يدخل شي صلاة ضرورة كيدير إقامة، سواء كانت نافلة ولا فرض. معنى نعم. النافلة إلا دخلت لها مباشرة جائز. نعم تماما، الانسان الا بيصلي النافله مجرد النيه انه راه بيتطوع لله عز وجل ركعات، هذيك النيه كافيه. نعم. يكبر ويدخل الصلاه. نعم. واحد سؤال اخر استاذ كان ممكن، في احد الدروس كنت لقيت استاذ البرنامج هذا، استاذ جيت في واحد معرض الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم زار القبر ديال الوالده ديالو. نعم. وكان مع الصحابة وشافوا كيبكي، قالوا له ما يبكيك يا رسول الله؟ جابهم قال لهم إنني استأذنت ربي أن أزور قبرها، فأذن لي. نعم. واستأذنته أن يستغفر لها فلم يأذن لي. أنا بغيت نفهم أستاذ إلا كاين شي مبرر لهذا المسألة، اللي بقات مشوشة لعقلي من ذاك النهار. لا. نعم ان شاء الله سيدي عبد الهادي. شكرا ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك سيدي عبد الهادي. سيدي عبد الله مرحبا بك. سيدي عبد الله، هو تعرف بان النبي صلى الله عليه وسلم ابواه لم يدرك نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك كذلك نبوه عيسى عليه السلام، فهم من اهل الفتره، واهل الفتره الله تعالى قال فيهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أهل الفترة هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الشيء بالنسبة لهذا الزمان الناس اللي ما بلغتهمش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفوش الإسلام أو وصلهم الإسلام ولكنه مشوه ليس على حقيقته، فهؤلاء يسمون أهل الفترة، أهل الفترة بمعنى أنهم لا يدخلون إلى النار. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهناك من قال من العلماء بأنهم يدخلون الجنة مباشرة، وهناك من قال بأن الله تعالى يختبرهم يوم القيامة لحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى يبتليهم ويمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه أقوال أهل الفترة. وجو بعض الناس من أهل الفترة اللي جاء فيهم الحديث بأنهم من أهل النار، منهم مثلا عمرو بن لحي خزاعي هذا الذي ابتدع في الديانة الإبراهيمية ما ابتدع وأدخل فيها الأوثان إلى غير ذلك. واختلف الفقهاء في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث وارد صحيح في ذلك وهو في الصحيح إن أبي وأباك في النار، وحديث آخر أمي وأمك في النار. فهذا الحديث تدل به بعض الفقهاء على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سيكونان في النار والله تعالى أعلم. وهناك من رد هذه الأحاديث بناء على أنها معارضة للأصل الكلي وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا هذا أصل كلي في أهل الفترة، وهذه الأحاديث التي عارضت هذا الأصل إنما هي أحاديث أحد فلا تقوموا بمعارضته. فلذلك لا يمكن أن يقال بأن أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار. والمسألة خلافية بين فقهائنا، وقد حصل يعني الخلاف يعني خصوصا في زمان المتأخرين، والله تعالى أعلم وأحكم. سيدي الفاضل مستمعينا الكرام، كان شفت اتصالاتكم الآن على الشاشة الإلكترونية، ولكن مع الأسف الوقت يسعفنا لاستقبال مكالماتكم، فأعتذر لكم. مستمعينا الكرام تقبلوا تحيات صابر فندلك معنا في الإخراج، وكذلك تقبلوا فائق احترامي وتحياتي. وما تنسوش بعد قليل برنامجكم الشيق، برنامج قهوة الصباح مع هشام وليلى الولمياء والعطار وصبير. دمتم في رعاية الله مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.